أغرب 8 سلالات خيل في العالم. نبدأ برقم 8، الحصان المرواري. أساساً من المرور في الهند، بدأ تربيته في القرن الـ12، محافظين على نقاء السلالة بتاعته لأنه كان حصان حرب مخلص وشجاع، ودانه مميزة جداً بتقابل بعضها كأنها تكفئ راسه. في 1930 بدأت السلالة تنحدر، ولكن الأيام دي رجعت قوية جداً، تصديره ممنوع، ولكن من 2000 لـ2006 خرج منه شوية برا الهند. عنده شعبية طاغية، ارتفاعه 150 سنتي فما أكتر، وغالبا لونه يا إما أسود يا بني محروق، ودانه مميزة جدا بتقابل بعضها كأنها تاج على رأس الحصان. رقبته طويلة وصدره عريض وظهره طويل وحوافره صغيرة لكنها قوية. تصرفاته في بعض الأحيان بتكون غير متوقعة، وقريب هيكون لينا رحلة للهند عشان نوريكم المرواري. تاني سلالة معانا النهاردة الحصان الفريزيان. أساسا من الفريزلاند في هولندا، عندهم بنية جسمية قوية، تعرض للانقراض أكتر من مرة، ولكن الحمد لله الأيام دي زادت أعداده وشعبيته. جماله مبهر ولونه أسود، ونادرا أما بيكون فيه علامات بيضة. نقاؤه بيعتمد على سواده الكامل. ارتفاعه 160 سنتي فما أكتر. رقبته طويلة وقوية، وصدره عريض، وودانه قصيرة، جسمه مليان عضلات وأطرافه قصيرة عشان كده قوية. وأكتر حاجة مميزة انتوا عارفينها، شعره طويل جدا في المعرفة والديل، وغالبا مموج، وكمان عنده شعر طويل على رجليه من تحت. حصان نشيط جدا ومؤدب، بس بيحب يفرض وجوده أناقته. كمان خطوته مميزة عشان كده استخدم في رياضة الترويض، وزمان كان بيستخدم في جر العربات الخاصة بالأثرياء، كانوا بيستخدموه في عربات الركوب وليس عربات سحب البضائع أو عربات جر. له شكل مميز وجمال مبهر، وسواد لونه بيدي فخامة جدا للوضع. الحصان الفريزيان ما بيقدرش يعيش في درجات حرارة مرتفعة، وعشان كده وجوده وتربيته بتنتشر في الأماكن الباردة. ونيجي للسلالة رقم 6، كاناستروبير أو الكاناستروب. جسمه كله منقط ومبقع زي الكلاب الدلمشن بالضبط. سنة 1960 اتبقى منه 100 حصان بس في العالم، ولكن حاليا في منه حوالي 2000. البداية كانت من فرس أم في أسبانيا، ولونها كان لون غريب جدا، كانت حمراء وشعر ديلها ومعرفتها لونهم أبيض، وكان عندها نقط بيضة على كل جسمها ونقط بني على ظهرها. اشتراها جزار اسمه فليبي من ضابط في الجيش الأسباني، ومن هنا بدأت السلالة العجيبة دي. حاليا موجودة في الدنمارك والسويد وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإنجلترا وأمريكا، وبدأت تدخل في أستراليا وأماكن تانية. ارتفاعها حوالي 163 سنتي. وهنا عايزين نفرق بين السلالة دي وسلالة الأبالوزا، لأن السلالتين مختلفين عن بعض تماما، سبحان الله في خلقه. أما ده بقى فالشيتلاند بوني، خيل صغيرة في الحجم ولكنها قوية جدا، أساسهم في اسكتلندا وتحديدا جزر شيتلاند. عندهم شعر كثيف ورجلين قصيرة. سلالة عريقة جدا وقديمة، ولكن تاريخها مأساوي، كانوا بيستخدموها لجر عربات وحمل الأمتعة، وكمان نقل الفحم، لدرجة انهم في امريكا كانوا بيقعدوا في مناجم الفحم بالسنين وبيشوفوش النور، لحد ما تم منع استخدامهم في الأنشطة دي. دلوقتي بيستخدموهم لجر العربات الصغيرة ورياضات الأطفال، حجمها بيفضل كده طول العمر، ولكن مش دي الخيول القزمة. الخيول الأقزام هما الفيلا بيلا، مش بس اسمهم اللي جميل ولكن شكلهم كمان. ارتفاعهم حوالي 60 سنتي من على الارض بس، حجمهم قد الكلب تقريبا. هي سلالة أرجنتينية، بدأ انتاجهم في 1868. شعرهم كثيف وجسمهم مضغوط. طب بنستخدمهم في ايه؟ في الرياضة وللأطفال الصغيرين جدا، او تقدر تستخدمه كحيوان اليف زيه زي الكلب والقطة. ممكن تحطه في العربية معاك، او زي ما قلتلكوا قبل كده ممكن تعلقه في ميداليا. وهنا تعالوا نشوف حجمه بالمقارنة بالكلاب، زي ما انت شايفين نفس الحجم تقريبا. سبحانك يا الله ما خلقت هذا باطلا. ونيجي الرقم 3، الحصان الذهبي اخال تيكي. ده بقى خيال مش هتصدق عينيك وانت بتشوفه بجد، سبحان الله سبحان الله. أخال تيكي أو الخيول الذهبية شديدة الذكاء، سريعة وعندها قدرة تحمل عالية، وجلدها معدني لامع. بتعيش في ظروف صعبة جدا، وفي حوالي منها 6600 حصان بس في العالم. ارتفاعها من 144 ل160 سنتي، ووزنها حوالي نص طن، ولها ألوان كتير أشهرهم طبعا اللون الذهبي. بلد المنشأ بتاعتهم تركمانستان، أما ده بقى فاللون الفضي،
أخال هو اسم خط وحات في جبال كوبتداج في تركمانستان في أسيا، وأول من ربى الخيل دي قبيلة تيكي عمرهم آلاف السنين، بيستخدموا في رياضات زي الترويض وقفز الحواجز. أخال تيكي مطبوع على عملات بنكية رسمية في دول زي أذربيجان وكازاخستان، ومعمول له تماثيل في كل أنحاء العالم. ونيجي الرقم 2، سلالة الجيبسي، أساسها من بريطانيا العظمى وأيرلندا، جمالها غير عادي. لغاية 1996 ما كانش عندهم سجلات رسمية للسلالة دي، على الرغم من ان بداية انتاجها كانت سنة 1850. الاختلافات ضمن السلالة في الافراد كبيرة جدا، بيتميزوا بشعر كثيف على الرجلين وشعر المعرفة والديل كثيف وطويل جدا. حصان مليان عضلات ورقبته قوية جدا وعنده مدافع خلفية من اقوى ما يمكن. كان بيستخدم في جر العربات سابقا، وحاليا بيستخدم في رياضات كتير زي الترويض. صدره عريض والقوائم متوسطة، ولكن جماله مبهر، وطبعا ما بيقدرش يعيش في درجات الحرارة العالية كذلك، لازم درجات حرارة منخفضة عشان طبيعة تكوينه وشعره الكثيف، عشان كده ما انتشرش في بلادنا العربية. ونروح بقى لأضخم حصان على كوكب الأرض. رقم 1، سلالة الشاير، أضخم سلالة في العالم، ثلاث ألوان بس، أسود أو أحمر أو أزرق. الأزرق طبعاً اللي هو بالإنجليش بيقولوا عليه جراي أو الرصاصي، بيستخدم في أعمال المزرعة، عنده قدرة على سحب الأوزان غير عادية. في نص الثمانينات كان بينقل بضايع في الطرق، راسه طويلة وعينيه كبيرة ورقبته مقوسة بشكل خفيف وصدره عريض وظهره قصير، ولكنه مليان عضلات. حصان مؤدب جداً، أطيب ما يمكن. أضخم حصان في التاريخ كان من السلالة دي، كان اسمه ماموث، وارتفاعه كان 2.5 متر ووزنه 1.5 طن. إيه أكتر سلالة منهم تحب تربيها؟ لو عجبتك الحلقة شير ولايك وسبسكرايب، وأشوفكم على خير.